السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في الجزء الرابع من البلوك الثاني لمادة تي تي 284. هنتكلم على السيرفر سايد لانجويج. أنا عندي نوعين من لغات البرمجة، يا إما بتشتغل على كلاينت سايد يا إما سيرفر سايد. الكلاينت سايد زي الجافا سكريبت أو الفيجوال بيزك سكريبت، بينما اللغات اللي بتشتغل على السيرفر سايد ممكن تكون زي الجافا أو الـ ASP.NET أو الـ PHP. أول لغة هنتكلم عنها هي الجافا، اللي هي Open Source Object Oriented Language. حضراتكم عارفين Object Oriented معناها إن اللغة بتعامل مع العناصر اللي موجودة فيها كـ Objects. كل Object بيكون ليه مجموعة من الـ Properties الخواص والـ Events اللي هي الأحداث اللي بتحصل عليه، بالإضافة لمجموعة من الـ Methods اللي بيتم استخدامها للتحكم في العنصر نفسه. الجافا موجودة فري على الانترنت، ممكن حضراتكم تحملوها من موقع شركة أوراكل. ممكن تشتغل على أنظمة مختلفة من الأوبريتنج سيستم زي الويندوز واللينكس والماكنتوش. الجافا احنا ممكن نستخدمها عشان ننشئ برامج ديسكتوب، أو ممكن نصمم بيها مواقع انترنت. لو احنا بنعمل سكريبتات بتشتغل على السيرفر فبيسموها سيرفلت، وفي الحالة ديت لازم يكون السيرفر اللي موجود عندي بيدعم الجافا، ومن أشهر السيرفرات سيرفر توم كات. يبقى إذا using of Java in a web technology requires، بيحتاج إن الويب سيرفر اللي موجود عندي لازم يدعم الجافا. أشهر سيرفر بيدعم الجافا هو توم كات. نيجي بعد كده نتكلم عن الدوت نت فريم وورك. هو عبارة عن ملفات معينة بتسمح لأي كود تم كتابته باستخدام السي شارب أو الفي بي دوت نت أو الجا شارب أو الاي اس بي دوت نت إنها تشتغل بصورة عادية على جهاز المستخدم. لو أنا صممت موقع باستخدام الاي اس بي دوت نت، يبقى لازم السيرفر اللي هيكون موجود عليه الموقع يدعم صفحات الـ ASP.NET. أشهر سيرفر بيدعم الـ ASP.NET هو الـ IIS، اللي هو Internet Information Server، اللي ممكن يشغل صفحات الـ ASP.NET بالإضافة لصفحات الـ PHP. نتكلم عن الـ PHP، اللي اختصار الاسم بتاعها Pre-Processor Hypertext. هي عبارة عن Open Source Server Side Scripting Language. الـ PHP أنا بستخدمها فقط لتصميم مواقع الإنترنت، ما أقدرش أعمل بيها Desktop Application. الـ PHP هي عبارة عن General Purpose Language، لغة عامة الاستخدام لتصميم مواقع الإنترنت، لأنه يمكن إدراكها بسهولة جداً في صفحات الويب اللي هي الـ HTML. الـ PHP جزء من مكونات اللامب سوفتوير ستاك. لامب جاية من اختصارات أربعة، اللي هي لينكس بتعرف الأوبريتنج سيستم، الويب سيرفر اسمه أباتشي، ماي سيكوال هو الداتابيس سيرفر، والبروجرامينج لانجويج اللي هي البي اتش بي. يبقى إذا البي اتش بي جزء من اللامب بروجكت. اللامب بروجكت ليه إصدارات مختلفة تبعا لنظام التشغيل المستخدم، يا إما بيسموه وامب في حالة الويندوز، يبقى ويندوز، أباتشي، مايسيكوال، بي اتش بي، أو في حالة الماك هيسموه مامب، يعني ماك، أباتشي، مايسيكوال، وبعدين آخر حاجة اللي هي البي اتش بي. نتكلم دلوقتي عن مجموعة من المعلومات عن البي اتش بي. بيقول لي هنا إن البي اتش بي والجافا سكريبت بيتم إدراكهم جوه صفحات الـ HTML، لكن الفارق إن الـ PHP هي Server Side Scripting Language، لكن الجافا سكريبت هي عبارة عن Client Side Scripting Language. يبقى إذن لتشغيل الـ PHP على الكمبيوتر لازم الويب سيرفر اللي موجود عندي يكون داعم للـ PHP. أشهر الويب سيرفر اللي بتدعم الـ PHP هو Apache. عندي سيرفر قاعدة بيانات اللي اسمه MySQL. MySQL هي عبارة عن قاعدة بيانات Open Source
بتديني performance عالي ومضمونة، وبيتم استخدامها على عدد كبير جدا من السيرفرات أو من المواقع على الإنترنت. الماي سيكوال بتشتغل على أنواع مختلفة من الأوبريتنج سيستم زي الويندوز، اللينكس وغير ذلك. هي صفحات البي اتش بي بتشتغل ازاي؟ أول حاجة الويب براوزر بيبعت ريكوست للسيرفر بيطلب منه صفحة بي اتش بي. صفحة البي اتش بي ديت ممكن يكون جواها كود للتعامل مع ماي سيكوال، يبقى المفروض إن السيرفر هيعمل بروسيسنج لصفحة البي اتش بي اللي قد تحتاج للتعامل مع ماي سيكوال سيرفر، ويجهز البيانات ويبعتها للويب براوزر. يبقى إذن عندما يطلب البراوزر صفحة بي اتش بي من السيرفر بيتم إحضار الصفحة، بيحصل لها حاجة اسمها فيتشنج، وبيتم تنفيذ أي بي اتش بي سكريبت داخل الصفحة قبل ما نبعت الريزلت لليوزر باستخدام ال HTTP response. عاوزين نعرف دلوقتي إزاي ال PHP بتشتغل. المفروض إن الويب براوزر بيبعت page request يطلب صفحة PHP من الويب سيرفر. الويب سيرفر بيعمل processing لصفحة ال PHP وينفذ الأوامر اللي موجودة جواها، اللي ممكن يكون جواها أوامر للاتصال مع قاعدة البيانات MySQL على سبيل المثال. الناتج من تنفيذ أوامر الـ PHP كلها بيعاد لليوزر على شكل HTTP response. طبعاً إحنا قلنا إنه أكواد الـ PHP بيتم إدراكها داخل صفحة الـ HTML. طيب إيه هي الطريقة المستخدمة؟ الطريقة لإدراج كود أو سكريبتات الـ PHP داخل صفحات الـ HTML إن إحنا بنكتب علامة أقل من وبعدين علامة استفهام ونكتب PHP، وبعدين في النهاية بنكتب علامة استفهام وعلامة الأكبر من، وبين العلامتين بنكتب الكود الخاص بالـ PHP بتاعنا. صفحة الـ PHP لازم يتم حفظها بالامتداد PHP. لو حفظتها بامتداد HTML معنى كده إنه مش هيتم تنفيذ الأكواد اللي موجودة فيها وهتنعرض زي ما هي. في حالة المتغيرات في لغة الـ PHP فاحنا بنستخدم دولار ساين قبل اسم المتغير ونقول يساوي ونكتب الفاليو الخاصة به. لو هو رقم بينكتب زي ما هو، لو هو سترينج بنضعه ما بين علامات تنصيص. وخلي بال حضراتكم إن الـ PHP هي عبارة عن Virtually Type Free. مقصود بيها إيه؟ إن أنا ما بحددش نوع المتغيرات عند التعريف، ما بقولش مثلا دولار A وانتجر أو فلوت أو سترينج. نشوف المثال البسيط اللي جاي ده. هو بيقول لي هنا إن أنا عرفت متغير اسمه ماي سترينج ووضعنا فيه القيمة اللي اسمها هلو. حضراتكم لازم تلاحظوا إن كل جملة من الجمل الـ PHP كما هو الحال في الجافا سكريبت بتنتهي بفصلة منقوطة. لطباعة سترينج جوه لغة الـ PHP بنستخدم الـ echo function. على سبيل المثال احنا عندنا هنا سكريبت بسيط بيبدأ بتعريف متغير اسمه myString، القيمة اللي موجودة فيه كلمة hello، يبقى نقول هنا $myString بيساوي hello. حضراتكم تلاحظوا ان انا حاطط النص ما بين علامات تنصيص، وان كل امر من اوامر الـ PHP بينتهي بفصلة منقوطة. السطر الثاني بنقول echo $myString وبعدين فصلة منقوطة. لو أنا شلت علامة الدولار هيطبع كلمة ماي سترينج وفقط، لكن لأن أنا حاطط قبل كلمة ماي سترينج الدولار فهو هيستبدلها بقيمة المتغير اللي اسمه ماي سترينج اللي هي هلو. السطر الثالث احنا ممكن نستخدم الـ PHP لطباعة أوامر الـ HTML، بس هنا مش هيطبع الأوامر نفسها، هو هيطبع الناتج بتاعها. على سبيل المثال احنا كاتبين echo وبعدين H5 I love using PHP. اللي بيحصل ان الـ PHP processor بينفذ الكود ده، فالناتج هيظهر اللي هو I love using PHP، بس العنوان هيكون بخط عريض. عشان نعمل concatenating للسترينج يعني لصق الحروف مع بعضها،
كنا في حالة الجافا سكريبت بنستخدم زائد، لكن في حالة البي اتش بي بنستخدم الدوت اوبريتور. على سبيل المثال انا معرف هنا متغير اسمه ايه والقيمة بتاعته كانت هالو، وعرفنا هنا متغير تاني بي والقيمة بتاعته كان وورلد، وبنقول للبي اتش بي انها تطبع لي دولار A وبعدين هنا دولار B مع وجود مسافة في النص، فاللي هيظهر هيكون كلمة هالو اللي هي بديلة أو القيمة بتاعت المتغير A، ومسافة اللي هي في النص موجودة هنا، وبعدين يشيل البي ويستبدلها بالقيمة الخاصة بيها اللي هي وورلد. كومنتينج للبي اتش بي كود، استخدام الكومنت في الكود بيسهل من عملية فهم الكود في مرحلة مستقبلية. يعني أنا عملت برنامج، البرنامج ده مكون مثلا من 10,000 سطر، لو ما كانش فيه كومنتينج للفانكشنز اللي موجودة عندي وللبلوكات أو للكلاسات اللي موجودة في البرنامج، أنا كبروجرامر هتوه جوه الكود دوت. يبقى لازم يكون في كومنت بتعرف اليوزر ايه وظيفة الفانكشن دي أو الكلاس دي. كمان من أهم وظائف الكومنت إن أنا بستخدمه لعمل الديباجينج. يعني أنا عندي 10,000 سطر وأنا حاسس إن الإيرور ممكن يكون في السطر رقم 500، ممكن يكون مثلا من 410 لغاية 480، فأنا بعمل كومنت بعطل السطور من 480 ل 500. ازاي؟ بان انا اخلي كل سطور دي عبارة عن كومنت، وبالتالي البي اتش بي مش هتنفذها. يبقى اذا انا بستخدم الكومنت في عملية مينتيننج للكود او عملية الديباجنج للكود اللي موجود عندي. البي اتش بي بتديني اكتر من طريقة لعمل الكومنت، يا اما شرطتين ميلين استخدمها مع سطر واحد من الكومنت، او ان يكون سلاش وبعدين نجمة مع أكتر من سطر. النمطين دول، النمط الأول ورقم 3، هم نفسهم المستخدمين مع الجافا سكريبت.